مساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، وحياكم الله معانا في حلقه جديده من برنامجكم رمضانيات. احنا اليوم متواجدين في مدينه لوسيل، هذه المدينه الحديثه اللي فيها جميع الخدمات للزوار، ومن ضمنها المطاعم ومجمع المطاعم. خلونا نزورها في رمضان ونشوف زوارهم. حياكم معي. شبابنا دائما يحبون التغيير، خلنا نشوف شو التغيير في رمضان هذا. حياك الله يا اخوي. حياك الله. نتعرف عليك، طال عمرك. حسن بن جاسم المريخي. ونعم اخوي حسن، شو اللي جايبك لوسيل وبالتحديد مكان المطاعم؟ قلنا ان بنجيب نغير جو، فنطلع شي شويات نتقهوى ناكل شي، ناخذ فرتين في لوسيل شي ونطلع. نعم، شو تطلبون دائما اذا تجون؟ نتقهوى بعد شي نص ساعه، هاي يمكن ناكل لنا برجر شي شيء. شو قهوتكم؟ قهوتنا سبانيش ولا ناخذ لنا شاي. انا والله يمكن بعض الاسماء ما اعرف، انتم الشباب تعرفونها اكثر ذي. سبانيش عندك، وعندك ايس تي، وعندك هاي، وعندك هاي السوالف. الماكولات شنو اللي تطلبونها؟ دائما تكون خفيفه عقب الفطور. عندك ايش يسمونه، اذا بناكل مثلا سويت عندهم هني بسبوسه، وعندهم هاي السوالف. نعم، انت واحد من الشباب اليوم، عندنا مناطق كثيره في قطر بنفس هذا المكان. دائما نلاحظ الشباب يفضلون هذا المكان، ليش؟ يفضلون هالمكان، اول شيء عالم هني يتمشون وهاي يغيرون جو، وفي نفس الوقت انك تلاقي مثلا انت الحين في نفس الوقت طالع، ممكن عادي تلاقي رفيقك هني يتمشى. يعني صار ملتقى ايضا حق الربع. ايه. ومدينه لوسيل كل شيء فيها. كل شيء. كل الخدمات. كل الخدمات موجوده، ما في شيء مش موجود. زين، اللي ما يجي وما يطلع واحيانا يكون محكور في البيت في ظل جائحه كورونا، ايش تبي تقول له؟ لوسيل هو بروحه بيغير جوه. بارك الله فيك، ونقول مبروك عليكم عيد الفطر السعيد. بارك مقدما، نحن باقي ايام قليله وينتهي رمضان. كثر الله خيرك على هذا الكلام الخير. خيرك ان شاء الله. حياك الله يا اخوي. الله يحييك. نتعرف عليك. احمد المطيري معك. ونعم. معك احمد. شو تسوي في مجمع المطاعم في لوسيل؟ والله شوف، لنا مكان يعني في ممشى زين، في كوفيهات، في اكل، مكان حلو يعني. زين، ليش كله اكثر يعني الشباب، شباب صغار في السن في هذا المكان؟ انا ما اشوف كبار في السن. الكبار ما اشوف الا متى؟ في النهار، في الليل مع عائلاتهم. اي مع عائلاتهم، في الليل لا. الشباب بداره موجودين. زين، بارك الله فيك، بيض الله وجهك، وشكرا جزيلا على هذا الكلام. ايوه شكرا. بارك الله فيك. خلونا نشوف رأي واحد من عيالنا اللي يرتادون هذا المكان. حياك الله يا أخوي. الله يحييك. نتعرف عليك في البداية. جاسم حسن جمع الغوان مريخي. ونعم جاسم، شو اللي جايبك لوسيل؟ حق الكوفيهات. بس الكوفيهات؟ كوفيهات، انت قهوة، انت مشى في الممشى. في الممشى يصب البحر. زين، ليش تفضل هذا المكان؟ نتمشى نغير جو. ايوه، لكن في نفس الوقت تروحون أماكن ثانية، في أماكن وايد في قطر ممكن الشباب اللي في عمرك يروحونها. لا ايوه، عندك نايت ماركت الحيل. طيب انت من نايت ماركت تاخذ كوفيات وتروح. انت من سكان الدوحه؟ اي، من سكان الدوحه. من سكان الدوحه. ايه. زين، جهزت نفسك حق العيد؟ اي جاهز. جاهز ان شاء الله. اي خالص. ايش تبي تقول حق الناس اللي ما جهزوا نفسهم للحين؟ الله يعينهم. الله يعينهم. اي والله. الزحمه بتزيد. الزحمه بتزيد. والاسعار يمكن تزيد. بتزيد اي والله، بزياده بعد. احنا نقول عيد الله عليك مبارك مقدما اخوي جاسم، وان شاء الله نشوفكم كل سنه، والسنه يمكن ظل الاجراءات الوقائيه بعدت الناس عن بعض، لكن باذن الله تنجلي هذه الجائحه ونرجع مثل الاول ان شاء الله. شكرا يا اخوي جاسم. العائلات وجودهم في هذا المكان وباعداد كبيره بعد الفطور، خلينا نشوف احدى العائلات في مجمع المطاعم. حياك الله. هلا مرحبتين. تعرف عليك. أمينة. علي أمينة، حياك الله أختي أمينة. الحمد لله بخير. الله أمينة، شو تسوين في مجمع المطاعم في لوسيل؟ والله تغيير جو، يعني إحنا يعني من عقب الفطور إني هني حق التجمعات، نشوف الناس، نشوف اللي رايحين، نشرب قهوة، تغيير المكان جو. المكان شرح؟ المكان وايد شرح وحلو، خصوصاً عند مود. زين، تنزلون على الممشى البحري مثلاً تتمشون؟ أحياناً ننزل نمشي وأحياناً لا. شو اللي عجبك في لوسيل كمدينة حديثة؟ تحس إن الأجواء غير. إنه يعني كل واحد بسيارته، كل واحد إنه يتمشى،
حلو يعني. زين، اللي ما جا لوسيل ولا شاف لوسيل قبل ولا حضر لوسيل، شو تقولي له؟ والله انصحه يجي لوسيل ويشوف ان شاء الله، يشوف الاجواء، بس اهم شيء انه ياخذ اللقاح. اخذوا اللقاح وتوكل على الله. يوميا تجون اختي امينه هذا كل المكان؟ كل يوم احنا نجي. كل يوم؟ كل يوم. تشربون قهوه، تشربون بارد؟ نشرب قهوه وبارد. تنوع المأكولات، كل شيء تشوفه هنا. بارك الله فيك اختي امينه، ونقول عيد الله عليك مبارك، باقي ايام قليله عنا، الله يعود عليك من السالمين والغانمين. تسلم، جزاك الله خير. شكرا جزيلا. وفي مجمع المطاعم هناك كثير من الشباب اللي اقتحموا هذا المجال وجربوه. خلونا نشوف واحد من اصحاب المشاريع القطريين اللي نشد على يدهم ونشجعهم، وندعوكم ايضا للتكاتف معهم والمساعده، وايضا حضور هذه المحلات والاكل منها وتجربه اكلهم. حياك الله يا اخوي. الله يحييك. نتعرف عليك في البدايه. معك صالح. صالح صالح صالح، ونعم يا صالح. صالح، انت صاحب مشروع اليوم. حلو. في مجمع المطاعم في لوسيل. شنو التحديات اللي تواجهكم كشباب في هذه المشاريع؟ والله في تحديات واجد بين الشباب، بين اصحاب المشاريع، وبين مثلا يعني بين المشروبات وبين هالامور. شو تقدمون من اكلات اخوي صالح؟ احنا عندنا الله يسلمك الكوكيز، الايس كريم، والايس تي، ومشروبات ساخنه. عندنا مشروبات ساخنه، الكوفيات موجوده، كل الكوفي موجود عندنا، ومتخصصين احنا في الكوكيز. زين، طيب درستوا جدوى هذا المشروع؟ هناك خسائر اكيد وهناك ارباح. صحيح صحيح. وفي ظل جائحه كورونا اكيد الكثير من الاماكن والمحلات التجاريه تاثرت. صحيح. كلمنا صحيح. عن هذه الفتره. والله فتره كورونا على السنه اللي طافت، بدايه جائحه كورونا سكروا، وشركه لوسيل يعني ما اخذوا منا الايجار وساعدونا وكانوا معانا يعني، والحمد لله، والموظفين وهي اعطيناهم رواتب من هالامور، ما قصرنا معاهم يعني في شيء. نعم. هذا حقهم وهذا اعطيناهم اياه. نعم يعني. صالح، منهم زباينكم؟ انا لاحظ كله صغار، شباب صغار. صحيح صحيح. وشوف هني يعني في شو اسمه، في النايت ماركت هني في لوسيل اغلبيتهم شباب، ويعني يتمشون، ويعني الحين طلبات اكثر شيء يطلبون من السياره. اي في السياره. من متى تبتدون تقدمون الخدمات انتم في هذا المكان بالذات؟ نقول في رمضان. رمضان احنا الله يسلمك نبطل قبل المغرب بساعتين، لان في طلبات تيجي قبل الفطور، طلبات رفيق عندنا يجون يطلبون من هنا. متى تسكرون؟ نسكر الساعه 2 2 ونص كذي تقريبا. نعم. اللي ما جاء ولا زاركم ولا جرب اكلكم ولا جرب الزياره لهذه المدينه، كلمه وجهها له. في عندك ممشى في لوسيل تقدر تتمشى فيه، منها تتريض وتتمرن، وعندك مطاعم وكوفيات من هالامور، يعني كل شيء جديد هني، مطاعم جديده وكوفيات جديده. نعم اخوي صالح، احنا نقول بما ان العيد قرب، عيد الله عليك مبارك مقدما. عليك تبارك. والله يوفقكم ويوفق جميع اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه في مدينه لوسيل. ومن ضمن زيارتنا الى مجمع المطاعم لقينا شباب يتمشون على ريولهم، خلينا نشوف وين رايحين. حياك الله يا اخوي. الله يحييك. نتعرف عليك في البدايه. يوسف اسماعيل. يوسف، شو تسوي في مجمع المطاعم؟ جاي قابل ربعي عشان كل شيء مسكر هنا والمكان مفتوح، ويعني مو بسهل تلاقي كورونا هنا وبس يعني. ليش الشباب دائما يفضلون هذه الاماكن؟ وصراحه ما نفضل هاي الاماكن، يعني اللي يجيها هنا يكون معه سياره غالبا، بس يعني هنا في حديقه جنبك فممكن نطلب اكل نروح نقعد هناك عادي يعني. نعم. في الاساس من وين جايين؟ من الوكره. من الوكره؟ إيه؟ يعني مدينه الوكره تبعد عن الدوحه تقريبا 20 كيلو، قاطعينها وجايين الشباب. طيب في الوكره ما في هذه الاماكن؟ مو بنفس اللي هنا يعني، هنا اجواء يعني معظم الناس في الدوحه فاقرب لهم اللوسيل، احنا عشان في الوكره فيعني ما حد يجيك من الدوحه لين الوكره، هنا اسلهم. زين، تلاحظ في ظل جائحه كورونا والتباعد الاجتماعي الان صار حتى التواصل فقط بالاتصالات والرسائل؟ اي يعني الناس الحين تعودت، يعني كل واحد يعرف ايش يسوي والقوانين لازم يتبعها وكذا يعني. نعم، شكرا لك، بارك الله فيك. خلوني انتقل ايضا لزميله ونشوف كلمه اخرى. حياك الله يا اخوي. نتعرف عليك. اسمي يوسف. يوسف. يوسف، اليوم انت جاي الى مدينه لوسيل مجمع المطاعم، هل قاصدين مطعم معين، مكان معين، ولا جايين تتمشون؟ انا نفسي انا جاي اكل فوي فلوي، هم جايين مش عارف اكلوا منين الصراحه، بس المكان يعني في كذا مكان. احيانا ما تتفقون على المكان اللي تاكلون فيه؟ نعم. ممكن تغيرون اثنين او ثلاثه تغيرون، كل واحد يطلب كل واحد طلب. يروح له عايز. شو تحب تطلب انت في هذا المكان؟ برجر.
برجر. طيب اليوم انت من وين جاي في الاساس؟ من الوكرة. برضه من الوكرة. ما شاء الله الوكرة مدينة عصرية حديثة، كل الخدمات فيها، لكن احيانا للتغيير تحبون تنتقلون من مدينة الوكرة الجنوبية الشاطئية الى الدوحة. شو اللي تغير عندكم لما تجون من الوكرة لهنا؟ وفي محلات برضه ومطاعم في الوكرة، لكن مش كده يعني. نعم، شو اللي يعجبكم في هذه الاماكن كشباب؟ الاجواء، الاجواء حلوة يعني، تلاقي هنا شباب كتير في نفس السن. اول وكدا. مرة تي ولا جيت قبل؟ ممكن ثالث رابع مرة. ثالث. اذا المكان جدا جميل. اللي يجذبك اكثر من مرة، اذا المكان جدا جميل. يوسف، كلمة توجهها حق الناس اللي ما زاروا هذه الاماكن وما شافوها. انصحكم تزوروا المكان، المكان فعلا حلو. شكرا يوسف، بارك الله فيك. شكراً. ونقول العيد قريب ان شاء الله، ان شاء الله، وتباركون في هذا العيد، وكل عام وانتم طيبين. انت طيب. شكرا جزيلا. اذا اراء كثيرة من شبابنا ومقيميننا ايضا في هذا البلد الطيب، في هذا المكان، في الوسيل، هذه المدينة العصرية الحديثة اللي وفرت كل الخدمات لزوارها. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا، شفنا المطاعم وما تقدمه من خدمات. انتظرونا في نفس الوقت بإذن الله في يوم الغد. مع السلامة.